السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنشرح اتنين تول مهمين جدا في الـ Virtualization. هنشرح التول كونفرت من الـ Physical Machine لـ Hyper V، ومن الـ Physical Machine برضو للـ VMware. السيشن النهاردة صغيرة إن شاء الله، ومش محتاجة منك ان انت غير شوية تركيز صغيرين جدا عشان تقدر ان انت تستفاد ان انت تعمل اي سيرفر عندك من الفيزيكال ماشين لفيرشوال مثلا على اللابتوب عندك او على سيرفر تاني. هيسهل عليك حاجات كتيرة جدا، يعني من اهمها الباك اب. يعني لو رحنا على السيرفر بتاعنا، ودخلنا على اول تول هنشرح فيها ان احنا هنحول الفيزيكال ماشين ده مثلا انتي فيروس سيرفر، هنحوله من الفيزيكال ماشين لفيرتشوال ماشين على اساس ان احنا الموضوع يبقى افضل في البيك اب وفي حاجات كتيره جدا يعني. ولو في اي فيلير في الاوبريتنج سيستم نقدر نرجع لمرحله مثلا زي سناب شوت او تشيك بوينت، ان احنا نرجع لمرحله قبل كان اخر فيها السيرفر شغال كويس جدا يعني، وبنعملها بشكل سكادول. المهم هنشرح التول النهارده اللي هنحاول بيها من ديسك الفيزيكال للفيرتشوال هارد ديسك. في اتنين اكستنشن، في في اتش دي وفي في اتش دي اكس. تمام. احنا دلوقتي لو احنا عايزين ناخد السي بارتيشن بس بالفوليوم فايل سيرفر مثلا، هنعلم على اتنين تشيك دول وهنعمل له كرييت، وهنا بنختار الباس الخاص بال اللوكيشن يعني اللي احنا هنحط عليه ال في اتش دي. وبعد كده بعد ما نعمل كونفرت خلاص، انا مثلا ان هو لو انا عايز الدي بارتيشن وحاطط مثلا عليه ملفات مهمه جدا، او انا مثلا عامل سيت اب لبعض السوفت وير على الدي بارتيشن، فهاخد معايا الدي برضو. فهم كلهم هيبقوا عباره عن فايل واحد في اتش دي او في اتش دي اكس. وبعد كده هروح على الهايبر في، وهعمل له مثلا هنا امبورت، هعمل امبورت هنا وهختار المكنه الخاصه اللي انا خلاص عملت لها كونفرت من الفيزيكال لفيرتشوال، وهيشتغل معايا جدا ومفيش اي مشكله. دي مثلا سيرفرات انا كنت عملت لها في اتش دي اكس او في اتش دي، وخدتها هنا هو على الهايبر في على طول بكريت نيو فيرتشوال ماشين، واشتغلت معايا كويس جدا. ده بالنسبه للهايبر في. بالنسبه للفي ام وير برضو الموضوع يعني ممتع جدا. في ناس كتيره بتواجهها مثلا مشكله ان بعد ما بتعمل كونفرت، بس ده بيبقى نادر يعني ما بيحصل الموضوع ده، او بيبقى ليه حلول. ان انت بعد ما بتعمل كونفرت الفي اتش دي او الفي اتش دي اكس ما بيشتغلش معاك على الهايبر في. ففي تول جميله جدا تانية خاصه بفي ام وير اسمها في ام وير في سنتر كونفرتر ستاند الون. هنا برضو كان عملت كونفرت من الفيرتشوال ماشين من الفيزيكال ماشين دي للفيرتشوال ماشين. انا كل الموضوع ان انا هروح على كونفرت ماشين واختار ان دي لوكال ماشين او ريموت لينكس ماشين او ريموت ويندوز ماشين، بختار الاوبريتنج سيستم وبعمل مثلا نيكست، وبختار هنا مثلا اللوكيشن اللي انا هحط عليه الفي ام، وهنا اسم مثلا الفيرشواليزيشن، وهنا بختار البرودكت اللي انا يعني هعمل امبورت منه، سواء بقى في ام ورك ستيشن 10 او 11 او 12 او اقل من كده يعني. وهنا الديستنيشن اللي انا اللي هي الديستنيشن، وهنا اللوكيشن اللي انا هختار عليه اللي انا هحط عليه الفي ام بس. وبعد كده هعمل يعني هو هنا بقول لك اوريدي انا واخد الماشين دي بس. والستيبس بسيطه جدا، بعد ما بتخلص خلص الجزئيه دي بنروح يعني او بيظهر لك خلاص الملف الخاص بالفي ام. دلوقتي بعد ما عملنا ال كونفرت من الفيزيكال ماشين على الـ على الفيرتشوال ماشين، بقى عندنا فايل في ام. لما بنفتح الفي ام ورك ستيشن بتاعنا،
احنا كنا عملنا اخترنا الجزئيه اللي هي الفي ام، قلنا مثلا ده في ام 11، فعلينا على التشيك ان هو ده الفيرتشوال ماشين، الورك ستيشن اللي انا هشتغل عليه اللي هو فيرجن 11 ده مثلا. فانا دلوقتي خلاص انا عملت الكونفرت من الفيزيكال ماشين للفيرتشوال ماشين، وعندي بقى الملف. انا كل الموضوع ان انا هعمل اوبن، لما هختار الملف اهو جالي الملف بالشكل ده، انا عملت له مثلا كونفرت وخلاص بقى هو ده الملف الفي ام اكس، وبعمل له اوبن. وبعد ما بعمل اوبن بيظهر لي بالشكل ده كده، وببدا ان انا افتح السيرفر بتاعي عادي جدا عشان بس فتح كذا حاجه. ده السيرفر بتاعي بعد ما عملت له خلاص امبورت او اوبن، هيتسجل عادي جدا هنا وهيفتح معايا ممتاز جدا وما فيهوش اي مشكله. وكده انا استفدت ان انا يعني زي جزء يعني من البيك اب، ان اخدت بيك اب من الاوبريتنج سيستم كله بالفايلز اللي عليه بكل حاجه، عشان الماشين بتاعتي الاساسيه البيرنت لو حصل لها اي مشكله يبقى انا عندي اديشنال للجزئيه للسيرفر ده. يعني في حاجة مهمة جدا قبل ما نختم الفيديو، معلش انا لسه مفتكرها، ان معلش ما تجيش انت تحول لي سيرفر بالتول الخاصة بالفيزيكال لفي ام وير، ما تجيش تحول السيرفر ما تعدلش السيتنج بتاعته قبل ما تعمله راننج، يعني قبل ما تشغله تمام. فهنا هو احنا مثلا السيرفر اللي كان عليه كان سواء ميموري، وانا المكان اللي انا هعمله امبورت فيه راماته قليله او ما تشيلش الفيزيكال ماشين اللي انا حولته ده. فهنا مثلا ده 7 جيجا، فانا ممكن ان انا انزل الفي ام دي ل 2 جيجا تمام، والبروسيسور برضك نفس النظام، انا بدل انا هخليه واحد تمام، والهارد ديسك انا برضك نفس النظام هقلل من الهارد ديسك، وهو كده كده اصلا يعني يعني هو بيقول لك هنا current size 22، بس ده dynamic مش fixed. الدايناميك ان هو هتقدر ان انت ان هو ياخد المساحه اللي هو محتاجها بس، وكل ما هنكبر في كل ما هنضيف فيه فايلز او اي حاجه هو من نفسه هيعمل extend في السايز بتاعته. لكن لو فيكسد هياخد المساحه اللي انا حاجزها، يعني لو 172 جيجا بايت لا هياخد لي من الهارد ديسك 172، لكن الدايناميك ان هو ياخد اللي هو بيقول لك الكرنت 22 والماكسيمم سايز بتاعته 172 تمام. دي الجزئيه الخاصه بالفي ام. والهايبر في برضو انت بعد ما تعمل امبورت انت بتبص على سيتنج قبل ما تعملها راننج، ده كل الموضوع قبل ما قلنا نشغل المكنه ونلاقي فيه تهنيج جامد جدا، لا احنا لازم ناخد بالنا من الجزئيه دي كويس جدا يعني. بس اتمنى ان السيشن تكون مفيده النهارده، و يا ريت ان لو في حد عنده اي تعليق يبقى اسفل الفيديو. شكرا، مع السلامه.